أهلا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة من برنامج المجري. هنبدأ بيها الجمهور بيسأل والضيف والنجم هو اللي بيجاوب. جاهز يا كابتن مدحت؟ جاهز يا كابتن مصطفى. طيب كابتن مدحت، رمضان في أسئلة هتتسأل لك، تقول تجاوب على كل الأسئلة إن شاء الله. فضل برجاوي. واتمنى اعرف من حضرتك انت حققت كام بطوله مع النادي الاهلي في الفتره اللي انت كنت متواجد فيها في الجيل الذهبي اللي حضرتك لعبت فيه. انا حققت 10 بطولات دوري، 8 بطولات كاس مصر، 2 بطوله افريقيا، و3 بطوله كؤوس افريقيا. كؤوس افريقيا. اللي بعده، هو ليه بيخاف من كابتن مجدي عبد الغني؟ الكابتن مجدي عبد الغني انا قلت قبل كده فلق ومكلمنجي، فصعب جدا انك انت تكسبه. يعني بص، لو هو هادي شويه ولا البتاع اقدر اكسبه، لكن هو فلق ما شاء الله ومكلمنجي، فما اقدرش على مجدي ابدا. اللي بعده، انت شاركت في كام ماتش نهائي افريقيا مع النادي؟ كل النهائيات اللي موجوده في اللي اتلعبت وانا موجود لعبتها كلها، وكنت اساسي في النهائيات كلها. اللي بعده، لو عاد بحضرتك الزمن تاني لورا وكان في فريق تاني حضرتك ممكن تلعب فيه، ممكن تختار فريق ايه؟ النادي الاهلي. النادي الاهلي؟ بدون برضو. نقاش برضه، يعني انا لو في فرقه غير النادي الاهلي هروح النادي الاهلي برضه. اللي بعده، احب اساله عن اهم مباراه ما ينساش في حياته طبعا مع النادي الاهلي، وايه اهم المواقف اللي تعرض لها في المباراه دي. اهم مباراه طبعا لينا كلنا كانت هي فتح البوابه الافريقيه لبطولات النادي الاهلي الحاليه، وهي البطوله 82 83، بطوله كاس افريقيا قدام كتوكو. قدام كتوكو. احنا خلصنا من الفقره الاولانيه اللي هي الاسئله بتاعت تومر، عدت غيب الراحه، فيهاش حاجه جميله. طيب